بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. العقيدة في الصحابة والخلافة والإمامة. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. عايزك تاخد بالك من الآية دي. شوف ربنا سبحانه وتعالى هنا بيثني على مين؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. هنا نستفيد أكتر من فائدة مهمة جدا، إن المهاجرين أفضل من الأنصار. ربنا دايما بيبدأ بالمهاجرين ثم يثني بالإيه؟ بالأنصار، صح؟ المهاجرين وبعدين الأنصار. ليه؟ تاخد بالك من الحتة دي، لأن هيجينا بعد كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار من الإيمان وبغض الأنصار من النفاق. ده في الأنصار، أما المهاجرين بقى يبقى أشد وأغلظ، صح ولا مش صح؟ آه. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، شوف، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. شوف ربنا ليه والذين اتبعوهم بإحسان، ما قالش السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار المحسنين منهم، قال كده؟ ما قالش. لذلك استنبط العلماء من هذه الآية أن الصحابة محسنون، كلهم بإيه؟ بصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأسلموا على يديه، جاهدوا معه، صلوا خلفه. أي واحد من التابعين يا راجل قابل زيد بن أرقم رضي الله عنه قال له: يا زيد، لقد رقيت خيرا كثيرا، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وصليت خلفه. ياه، شرف كبير، صح ولا مش صح؟ ياه، ده في بعض الناس سبحان الله يا أخي، والله حاجة عجيبة، لما بيقابل واحد صعلوك من صعاليك الدنيا اللي يقول عليه بطل مش عارف ولا ايه، ياه سلم عليه فرحان قوي، ولا لك شفته ماشي على البحر، يا سلام، تصدق سلم عليا كمان، يبقى هيطير من ايه؟ من الفرح. ما بالك بمن رأى خير الرجال وخير البشر صلى الله عليه وسلم وسيد الناس، مش ده شرف؟ وسلم عليه وصلى وراه وجاهد معاه، أي شرف بعد كده؟ فلما يجي واحد يطعن بعد كده في الصحابة يبقى ده خبيث ومخبث، صح ولا مش صح؟ يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى وصف التابعين بالإحسان، قيد والذين اتبعوهم بإحسان، ولم يقيد ذلك في الايه؟ في الصحابة. رضي الله عنهم ورضوا عنه، دوت خبر، ده ايه؟ خبر برضاء ربنا عنهم، ها، وانهم رضوا عنه، فده ثناء، ان ربنا سبحانه وتعالى رضي عن الصحابه وهم رضوا عن ربنا. يعني ايه رضوا عن ربنا؟ ها، رضوا بالله ربا، رضوا به مشرعا حاكما الها سيدا سبحانه وتعالى، خدت بالك؟ فده دليل على أن الصحابة لم يتسخطوا أي أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى، وسارعوا في طاعة ربهم سبحانه وتعالى. واحد من السلف كان بيقول لواحد من الرافضة، الشيعة الرافضة، بيقول له الآية دي رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال له: من أخبرك أن الله سخط عليهم بعد أن رضي عنهم؟ احنا عندنا في القرآن رضي الله عنهم ورضوا عنه، مين اللي قال لك أن ربنا سخط عليهم بعد ما رضى عنهم؟ جيب لنا دليل على كده، خد بالك، وده خبر، والخبر ده لا ينسخ ويتلى في كتاب الله الى يوم الايه؟ الى يوم القيامه. رضي الله عنهم ورضوا عنه. ايات كثيره بقى في وصف الايه؟ الصحابه. كل ايه فيها وصف للثناء على الامه الاسلاميه ففيها ثناء على صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، لان هم صدر الامه. كنتم خير امه اخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. يبقى ده الثناء على مين؟ الصحابة ابتداء، والأمة اللي بعديهم تبعا، واخد بالك؟ لكن الثناء ده أصلا موجه للصحابة إيه؟ أصالة وابتداء. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يبقى الثناء ده موجه لمين برضو؟ للصحابة رضي الله عنهم، وباقي الأمة تبع لهم. قال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه عليه الصلاة والسلام أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه
سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ده ثناء عظيم على الصحابة والله. شوف ربنا بيذكي ظاهرهم وباطنهم. فين الباطن؟ يبتغون فضلا من الله. الابتغاء ده اللي هو الإرادة اللي هو النية. فده ثناء على ليه؟ على الباطن. الصحابة رضي الله عنهم كانوا مخلصين لله، ما كانش فيهم منافق، ما كانش فيهم مرائي. خد بالك المنافقين ربنا فضحهم عرفناهم، لكن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بثنى عليهم كانوا مخلصين، كملوا الإيمان وكملوا الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ده ثناء على ليه؟ الباطن السريرة. بعدين الثناء على ليه؟ العلانية. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان. ثناء على الظاهر وثناء على الباطن. سيماهم في وجوههم التواضع والسكينة والهدى والإيمان. باين في وجوه الصحابة الإيمان، باين في وجوه الصحابة الهدى والخير. لذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلوا بلاد الشام النصارى شافوهم قالوا والله هؤلاء خير من حواري عيسى فيما بلغنا. سبحان الله، هو الإسلام انتشر خد بالك بسهولة؟ أبدا والله، انتشر بأولئك الرجال كانوا قدوة. كان الرجل من الصحابة يسلم عليه على يديه المئات والآلاف. ده كان بعض الناس يخرج لرؤية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتفرجوا عليهم بس كده، سمت وسكينة وإيمان، هدى وتقى، صدق، صدق سريرة وصدق علانية. سبحان الله، لما الظاهر يوافق الباطن لا تسأل عن الخير. فكان الصحابة رضي الله عنهم سرائرهم خير من علانيتهم رضي الله عنهم. فلذلك انتشر الإسلام على أيديهم انتشارا عظيما كبيرا. فتجد في كتاب الله سبحانه وتعالى الثناء على الصحابة. فاللي بيذم الصحابة بيه بيكذب القرآن. عشان أصلا كان في واحد بيسأل بيقول أنتوا دلوقتي بتتكلم في العقيدة بتتكلم في الإيمان، إيه دخل مسألة الصحابة في الإيمان؟ أهو ما هو ربنا أثنى عليهم فين؟ في القرآن. جميل. لما واحد يذمهم يبقى بيكذب ليه؟ القرآن. جميل. حاجة تانية، إن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين نقلوا إلينا الدين، وهم الذين حملوا لواء الشريعة وجاهدوا في سبيل الله ونشروا الإسلام. فلو أبطلنا فضل الصحابة لأبطلنا العقيدة الإسلامية التي نقلوها، وأبطلنا القرآن، وأبطلنا السنة، وأبطلنا الإسلام بالكلية من أسه. فده أمر خطير جدا. العجب يا أخي والله إن واحد يقول لك مسألة بسيطة، الخلاف بسيط بيننا وبينهم، ها، ولو كل واحد يسيب من عنده شوية، يسيب من عنده شوية، يا حتة طماطم ولا ايه، ها، هو قطعة من القماش كل واحد يسيب شوية؟ ده دين وعقيدة، قرآن وسنة، إيمان أو كفر، هدى أو ضلال. في حاجة اسمها كل واحد يسيب شوية؟ حاجة غريبة والله. شوف بيقول هنا ايه، قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. لو الواحد من غير الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنفق مد من طعام، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ونصيف، يعني المد من الصحابة يساوي جبل منك، بل ما توصلش أنت بجبل الذهب ده للمد بتاعه. خد بالك، فضيلة الصحبة لا يعدلها فضيلة. لذلك مثلا جاء في التابعين أفاضل يعني وعظماء مثل عمر بن عبد العزيز مثلا. بعض الأئمة كالإمام أحمد سئل هل عمر أفضل، عمر بن عبد العزيز يعني، أم معاوية؟ ها، فقال معاوية. بل بعض الأئمة قال ليوم شهده معاوية مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل عمر. أيوة يا أخي، ده تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. أيوة، إحنا بيبقى بنعظم النبي صلى الله عليه وسلم يبقى بنعظم إيه؟ صحابته. يبقى إحنا شايفين الصحبة دي لها فضل عظيم، لها شرف. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. في الحديث الآخر بقى، من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. تخيل أن الشيعة الرافضة يتدينون لله بسب الصحابة، عندهم ده دين،
بيقول لك تقعد تلعن أبي بكر وعمر أحسن ما تقول سبحان الله والحمد لله. ربنا يكتب لك حسنات حدث ولا حرج. خرافات عندهم عجيبة الشكل. ها يقول لي اللهم لعن الطاغوتين الكافرين الخبيثين أبا بكر وعمر، ولعن ابنتيهما، أعوذ بالله، حفصة وعائشة. بعد ذلك احنا ممكن نتفق مع هؤلاء الناس؟ كلا والله، حتى يتبرأوا من هذه العقائد اللي الباطلة، العقائد الكفرية. ده احنا لما نسأل أهل السنة مين أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو بكر وعمر، خدت بالك، ده بكر وعمر دول أسيادنا، تاج رؤوسنا، حبهم دين بغضهم كفر، خد بالك كيف لا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، لهم فضائل كثيرة لا تحصى، يأتي إن شاء الله الكلام. فالواجب على كل مسلم حب الصحابة رضي الله عنهم وتوليهم ومعرفة فضلهم، فأفضلهم أبو بكر. أبو بكر رضي الله عنه أفضل الخلق بعد الأنبياء، أفضل الخلق بعد الأنبياء، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم، ثم باقي العشرة المبشرين بالجنة، وأهل بدر، وأهل بيعة الرضوان، ومن أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. الفتح اللي هو فتح مكة، فربنا سبحانه وتعالى بيثني على الصحابة الذين أسلموا قبل الفتح بسنة 8، وبيثني على الصحابة الذين أسلموا بعد الفتح اللي بعد سنة 8، عشان ده نرد بيه على الرافضة والجهلة اللي بيقولوا ايه، يقولوا لي اصلك ده اسلم متاخر. اسلم متاخر؟ طب انت اسلمت امتى يا اخويا؟ واخد بالك؟ بقول لك اسلم متاخر. والله كان في مدرس جاهل انا لا انساه، درس لغه عربيه، الودين، قال مدرسين الدين في كثير من المدارس لا يعرفون الدين والله، ولا يعرفون عقيده اهل السنه. يقول للطلبه معاويه لعنه الله عليه، اعوذ بالله، والله والله في بلاد المسلمين، خد بالك في بلاد اهل السنه، يعني الكلام ده مش في ايران، ده هنا عندنا، خدت بالك؟ شوف الجهل العظيم. الناس دي تربت على مائدة الغرب، وقرأوا أقوال المستشرقين والمنافقين الذين يريدون أن يشوهوا التاريخ الإسلامي. جاي حتة مهمة جدا، في ناس لا تعرف في التاريخ الإسلامي إلا وقعة الجمل صفين، ما سمعش عن بدر وأحد الحديبية والخندق، ما سمعش عن اليرموك والقادسية وأجنادين، ما سمعش عن بذل الصحابة وتضحيتهم. الصحابة يا راجل فتوحات الإسلامية الأولى أذهلت العالم حتى الآن. يعني الناس المؤرخين بيتعجبوا الصحابة دول فتحوا البلاد دي كلها إزاي؟ ده أنت عشان حضرتك تسافر على رجلك تروح مصر زمان، ها، من المدينة، خدت بالك، تروح مصر تاخد قد إيه؟ شهور. ده النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى تبوك، خدت بالك، ورجع في أكثر من شهر. ده ماشي بس، امال بقى حرب، خدت بالك، واعداد جيش. الصحابه مش فتحوا بس مصر، ده شمال افريقيا كله والعراق خراسان وما وراء النهر، وصلوا الى الهند. بعض الصحابه صلى في كابل افغانستان، ابن عمر صلى في افغانستان. شوف يا اخي بذل عظيم، تضحيه كبيره، امر يعني اذهل الناس. فما فتح لهم الا بفضل الله سبحانه وتعالى، إلا بتأييد من الله عز وجل لقوة إيمانهم وثباتهم وإخلاصهم وعملهم الصالح، وببركة جهادهم انتشر الإسلام. الواجب على كل مسلم أن يحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا أزواجه عليه الصلاة والسلام، والإيمان بأنهن أزواجه في الجنة، وحب أهل بيته كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم. بس حتة جميلة دي، شوف أهل السنة يجمعوا بين حسنتين، احفظها دي، أهل السنة يجمعوا بين حسنتين، حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم الصحابة أو معرفة حق الصحابة. والرافضة الشيعة يجمعوا بين سيئتين، الغلو في آل البيت والطعن في الصحابة. ما نالوا شرفا ولا خيرا، ما يغركش حسن نصر الله وغير حسن نصر الله، بتوع كلام. والله اهل النفاق وكذب، كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، كذبوا على الصحابه، مش هيكذبوا علينا؟ يخدعونا. والله بيخدعونا، عجيب والله ان بعض الناس
انتسب إلى الدعوة والعلم، وبعدين لما حصلت الحرب من لبنان وإسرائيل واخد بالك، وضربوا كم صاروخ، قعدوا يقولوا يا نصر الله يا حبيب اضرب تل أبيب، هو ده اللي هيحرر ليه القدس بقى، خدت بال حضرتك؟ وغفلوا، غفلوا عن ايه؟ عقيدة الرجل، غفلوا عن سبه لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فرق كبير بقى وشاسع. ها احنا لازم عندنا المقياس ده، الميزان ده، الكتاب والسنة. قبل ما نثني على شخص او نمدحه نضعه فين؟ في الميزان، في العقيدة. طب ما ممكن واحد شيوعي حضرتك، واحد شيوعي يضرب اليهود، خد بالك، مش فيه ولا ما فيش؟ في ناس شيوعيين كفرة يبغضون اليهود. ما الراجل بتاع اسمه ايه فنزويلا ده، ولا اسمه ايه، ولا هتلر، ها كان بيكره اليهود. والراجل بتاع فنزويلا ده بتاع اليهود ده هو بيكره اليهود برضو، او مثلا كان ليه موقف مثلا من اليهود. هل احنا نحبه بقى ونقول الراجل ده من اهل الجنه ان شاء الله؟ لا، ما ينفعش ابدا. لازم يكون لنا موقف ثابت ينطلق من الايه، العقيده، ينطلق من العقيده، والا يخدع الناس. ها ويكون ده تمهيد لنشر مذهب الرافضة في بلاد المسلمين. وخد بالك، والشيعة يتاجرون بهذه القضية، كل شوية يتكلموا حوالين قضية بقى القدس، واحنا اللي هنحرر، واحنا اللي هنعمل، ولا بيعملوا حاجة. مواقفهم غاية في السوء، وتاريخهم أسود. شوف الرافضة لا يعرف لهم جهاد للكفار، الحروب التي أقاموها على مدار التاريخ مع المسلمين، بل إن أحد كبراء الرافضة وجاي تصريح في الجورنال بيقولوا لهم لماذا تعدون هذه الأسلحة؟ قالوا لأعدائنا. قالوا له ومن هم؟ قالوا في أفغانستان وفي العراق وفي دول الخليج وباكستان. شوف، مش اليهود، لا اليهود في الآخر خالص، ها إن لم يكونوا لهم أحبابا ولم يكونوا لهم أصدقاء. فلابد أن نكون على حذر وعلى بينة، ولابد أن نتعلم ديننا. يبقى احنا نحفظ الحتة دي، إن أهل السنة جمعوا بين ايه؟ حسنتين. ايوه اخ سيد، اللي هم حب اهل البيت ومعرفه قدر الايه، الصحابه. والرافضه جمعوا بين سيئتين، الغلو في اهل البيت وبغض صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. اكتفي بهذا.